السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وجبة خفيفة ظريفة اقتصادية ولذيذة جدا، وتنحضروها هكا في واحد الوقت اللي هو وجيز. كنقدروها هكا نحضروها للعشاء، كتكون يعني سهلة في التحضير. فبطبيعة الحال الا بغيتو تعرفوا معايا مكونات هذه الأكلة وطريقة التحضير، فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير. ولا كنتو جداد على القناة فما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ولا عجبتكم الوصفة اليوم فما تنسونيش من لايك وتعليق من تعليقاتكم الجميلة والرائعة. بالنسبه للوصفه ديالنا، فكأول خطوه تناخذ مطيشه. عندي تقريبا واحد 300 غرام ديال الطوماط سوغيز اللي كنقطعها على شكل طولي. ثم كناخذ جوج حبات او جوج فصوص من الثوم اللي كنحكهم مرقاق، كنحكهم في الحكاكه. فانا هنا حكيتهم غير الفرشيطه، ممكن تحكوهم بالحكاكه ديال الخاصه بالثوم. من بعد غادي ناخذ واحد المقلاه اللي غادي نوضعها فوق النار. فبالنسبه للثومه فهذه كتبقى استيوس، اللي ما عندوش الحكاكه يحكها غير فرشيطه او شوكه، فكتحك مزيان وكتجي رقيقه على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا في الصوره. هنا كنوضع مقلاه فوق النار وغادي نضيف ليها زيت الزيتون ما يعادل واحد الملعقه كبيره مملوءه، وغادي نضيف الثومه. ثم غادي نضيف مطيشه، وغادي نخليها كتشحر مع زيت الزيتون والثومه مزيان مع التحريك المستمر. بالنسبه لهاد المطيشه هادي ما كتاخذش وقت طويل باش كتكون واجده، دغيا كطيب ما كتعطلش في الطياب. صافي تنخليها مره وتنحركها وغادي نخليها تتشحر مزيان. ثم غادي نمرو باش نوجدوا البيض. بالنسبه للبيض عندي واحد 4 حبات من البيض اللي غادي نوضعوهم في هذا الاناء. بسم الله. فهنا وضعت 4 ديال الحبات ديال البيض، كنضيف ليهم الملح حسب الذوق، وغنضيف قليل من الكمون تقريبا 1/4 ملعقة من السكينجبير. ثم كنضيف هنا هذه الفلفله الحاره اللي عندي مصوبه هكا في الدار، ممكن تعوضوها بفلفله سودانيه وقليل من الابزار. بالنسبه لهاد المطيشه هذه فما وضعتش فيها الملح في الاول، كنخليوها حتى كطيب باش ما تطلقش الماء بزاف. حتى الاخير عاد وضعت فيها عفوا الملح اللي هي حسب الذوق، وضعت القليل من هذه الفلفله هذه، هذا المعجون ديال الفلفله الحاره كنستعملو بزاف في الطياب. فالفلفله لما كنطحنوها بهذه الطريقه مع شويه الخل وشويه القزبر يابس ما تتبقاش فيها الحروره بزاف، وكتطلق واحد المذاق رائع في الاكل، وكذلك كتعطي واحد اللون جميل. صافي هنا بعد ما وضعت التوابل في البيض فكنضربوه مزيان، كنخدموه مزيان حتى كيتخلط مع التوابل. وهنا غادي نضيف البيض، كنضيفوها هكا كنوزعوا على الطماطم كامله. وفي المرحله هذه كنقصوا من العافيه، يعني ما تنخليش العافيه مجهده. ثم غادي نجيب حبات من الجبن، عندي الجبن المثلث، ممكن انا نقطعوه هكا الى نصفين وعلى حسب يعني الموجود عندكم. الا عندكم الموجود ما عليكم الا توضعوا 4 ديال الحبات من الجبن. فانا فقط باش نوري للناس اللي ما عندهمش كميه كبيره، كنبداو هكا نوضعوا الجبن على هذا الشكل فوق البيض. هذا جبن مثلث تقريبا كيكون في جميع البيوت المغربيه. فغادي نوضع 4 ديال الحبات، كنزينوا بهم الطبق، وكذلك كي يعني اللي كيبغي هكا الجبن حتى يقدر ياكلو بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نغطي وغادي نخليه واحد 3 ديال الدقائق حتى كيطيب البيض، وكنطفي عليها النار
بعد ما طاب البيض فانا طفيت النار على الاكله ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي طورتيه زوينه بزاف ولذيذه، وكذلك فيها المذاق ديال الطماطم. نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، ودابا غادي نخليكم غادي ندوزو باش نوجدو واحد المقبله ساخنه بالبطاطا اللي كنقدروا نرافقوها مع هذه الاكله هذه، باش كنحصلوا على واحد الوجبه اللي هي متكامله. بالنسبه للمقبله كنحتاجوا ليها جوج حبات من البطاطس اللي كنقشروهم وكنقطعوهم الى مربعات صغيره او مكعبات، كنقطعوهم على هذا الشكل. بعد ما كنغسلوهم جيدا كننظفوهم، وغادي نضعهم في واحد الكسكاس كيتبخروا في طنجره. كنضيف لهم الملح، كنرش عليهم الملح مزيان، وكنخليهم حتى كيتبخروا. ثم كناخذ واحد نصف فلفله صفراء ونصف فلفله حمراء، كنقطعهم هكا قطع رقيقه او رفيعه شرائح على هذا الشكل هذا يكونوا رقاق. وغادي نستمر حتى غادي نكمل الفلفله اللي عندي كامله. من بعد كناخذ واحد المقلاه كنوضعها فوق النار، كنوضع فيها القليل من زيت الزيتون، ما يعادل واحد ملعقه صغيره من زيت الزيتون، واحد الفص من الثوم، ثم كنضيف البصله اللي شلطتها رقيقه، بصله صغيره يعني حجم صغير من البصل او البصله، وكنشحرهم مزيان في الزيت، ثم كنضيف فلفله وكنخليهم يتشحروا شويه بالزيت حتى كيطيحوا. ثم كنضيف الملح في الاخير، فكنتعمد ما نضيفش الملح في الاول، لان لما كنضيفوا الملح على الخضار في الاول كتطلق الماء ديالها وما كتجيناش مصوطيه، كتجي شويه مرخيه، فهنا كنوضع الملح حسب الذوق، كنحرك مزيان. ثم غادي نضيف القليل من الفلفل الاسود، واحد رشه من الفلفل الاسود، صافي. وكنطفي النار على الفلفله والبصله، ثم كنضيف قليل من زيت الزيتون والقليل من الكمون، قليل فقط كيعطي واحد النسمه، مي ما يكونش كتير. بالنسبه للبطاطا بعد ما تبخرات فكنوضعوها في واحد الاناء، وغادي نضيف ليها الفلفله اللي شحرت مع البصيله والثومه وزيت الزيتون، وكنحركوها غير بشويه باش البطاطا يبقى يعني تبقى مقاده، ما تعجنش، يبقى الشكل ديالها زوين، تبقى يعني عباره على قطع، كنحركوها غير بشويه. هنا بعد ما نزلتها في صحن ديال التقديم كنزينها بقليل من البقدونس مفروم، فكتجي اكثر من رائعه، وكان هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا اليوم، اكله مع مقبله. نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، بطبيعه الحال الى عجبكم ما تساونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناه فما تساوش تشتركوا معايا في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى اللقاء.